ومعنا هاتفيا من فيينا سيد محمد خطاب العمر المحلل السياسي، مرحبا بك سيد محمد. العبادي إذن يطالب ب100 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في العراق، إلى أي مدى يثق المجتمع الدولي في الحكومة مع التقارير التي تتحدث عن فسادها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم تحية لجنابك الكريم ولجميع متابعي قناة الرافدين الفضائية. حياك الله. أما بخصوص سؤال جنابك، أولا في العراق ظاهرة الفساد السياسي تستشري في جميع السياسيين، ولا يجوز إعطائهم هذه المبالغ التي تتبخر عجالا كما تبخرت المليارات التي سبقتها من قبل. فالسلطة هي التي تقوم بجمع المبالغ، ولا نعلم أين ذهبت أموال المبالغ العراقية للنازحين التي بلغت 1.2 تريليون دينار عراقي. فهل هذا باب جديد لسرقة الأموال ولدعم الانتخابات للسياسات الفاشلة التي تعاقبت منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة؟ وكالة أسوشيت بريس الأمريكية ذكرت أن الدول المانحة ستطالب حكومة العبادي بتقديم ضمانات بعدم ذهاب هذه الأموال إلى الفاسدين، ولكن السؤال، هل تستطيع الحكومة تقديم تلك الضمانات؟ السيد العزيز، كما نعلم وكما متداول في جميع الأخبار أن الشركات أو الدول المانحة هي من تقوم بإعمار اللي تقدم إعمار هذه المدن التي سقطت بيد داعش والتي تعاقبت، ونقص الخدمات ونقص الصحة في جميع أنحاء العراق. أما بالنسبة للمبالغ، فالدول المانحة تبحث عن مخرج لهذه الأمور، لكنه ستقوم الحكومة العراقية بعرقلة الشركات لكي تصل الأموال عن طريق العراق فقط وليس عن طريق الشركات المانحة. أيضا فيما يخص ملفات الفساد، هل سيشكل تسلم الحكومة وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني من الشرطة الدولية انتربول، هل سيشكل ذلك ورقة انتخابية جديدة للعبادي برأيك؟ سيد العزيز، أعتقد وكما سبق أنه السوداني ملفه قديم وليس بالملف الجديد، وهناك من المسؤولين وهناك من الوزراء، لكن الجديد أن الانتربول سلمه إلى الحكومة في بغداد. سيد العزيز، ان تعمقوا في التحقيق معه فسيخرج بقنبلة الموسم كما يقولون. نعم. لكونه مستشري في الفساد منذ عام 2003، وخرج لأكثر من مرة المالكي وقال لدي ملفات فساد إداري وملفات فساد مالي ولديه ملفات إجرام، ولا يظهرها لحد هذه اللحظة. أما بالنسبة للعبادي فلا يستطيع ولا يملك الشجاعة ليقدم السوداني، لكونه عضو جمعية عامة في بداية الاحتلال ولكونه وزير سابق لوزارتين. أما فهناك أعضاء برلمان وهناك وزراء متواجدين حاليا في العراق ولم يقدمهم العبادي، ونسمع منه فقط محاربة الفساد البعض والبعض والبعض ولم يشخص، وهناك الملفات موجودة في هيئة النزاهة، لماذا لا يقوم بتحريكها وتحويلها إلى السلطة القضائية؟ أيضا بالمقابل كما تفضلتم، هناك معلومات عن نية العبادي تجميد عدد من ملفات الفساد الكبيرة لما بعد الانتخابات البرلمانية، كيف ترون ذلك؟ هذه دعاية انتخابية جديدة كما في اللقاءات السابقة تحدثنا عنها. هناك ملفات كبيرة وكبيرة وكبيرة، وآخر ملف فساد ظهر للإعلام نجل محافظ النجف الذي اتهم بالمخدرات، واليوم يخرجون علينا بأكذوبة جديدة ويقولون أن هو من كان من ضمن الذين مبعوثين لإلقاء القبض على هذه العصابة. فهل العصابة بعيدة عن نجل أو عدم معرفتهم بنجل محافظ النجف الأشرف؟ فهل النجف الأشرف أو العراقيين جميعهم
وليس لم يعوا لك. انا اقول لك كلا، الشعب العراقي اوعى، الشعب العراقي اثقف من الماضي، الشعب العراقي الان لا يتطلع سوى الى تغيير جذري وعام في الحركه السياسيه. شكرا جزيلا لك هاتفيا من فيينا سيد محمد خطاب العمر محلل السياسي.